الاقتحام تقتحم من طرف الأمن بواسطة آلة حديدية وتهرست الباب ودخلوا للدار. وكان هذا بعد هذا المحل هذا كان عامر بالنساء وواحد جوج ديال الدراري هنايا، واحد ولد خويا هذاك اللي تضرب بالمعقول يعني اللي تعذب حتى ضربوه بالمعقول. مجرد اي لا زولوه للمدام، زولوه من اليد، وهي كانت كتشبس به بداك ولد خويا مع واحد البوليسي ضربها بركله وتما تم الاغماء عليها. ولكن ذاك التدخل ما نقدرش، ما كاينش شي مصطلح عربي سواء بالفصحى او بالدارجه غادي تطلق على ذاك النوع ديال الاقتحام، ذاك النوع ديال المداهمه اللي وقعت لهذا المنزل هذه. انا عمري كله ما عمري شفت هذا النوع ديال الهمجيه اللي تمارست في ذاك النهار، نهار الجمعه، رغم انه الولد ما كانش هنا، ناصر ما كانش في الدار، كان على برا. ولكن يعني ذاك الباب هرسوها، وشكون اللي غادي يخلص هذا الباب هذه؟ وما كاين القانون يمارس علينا حنايا. السيد بغينا نشوفوه لا ما تشوفوش، نظرا للقانون نظرا لهذه، علاش ما نشوفوش حنا؟ علاش ما نشوفوش الولد؟ ما خبروناش القانون يمارس علينا ولا يعمل به. يعني واضع القانون هو الذي يخرق القانون، هذا هو اللي عندنا، هذا هو اللي شفتنا، هذا هو اللي عايشتنا. هذا هذا التصرف، هذا الممارسة، هذا احنا كنا انا كشخص كنت كنعتقد باللي اصبحت متجاوزة، فاذا بها تعاد بشكل افظع من الماضي. المداهمة بلا قانون، تكسير الأبواب، لا على أي حال الدعم